صباح الخير، صباح الخير، صباح الأمطار. شوفوا شوفوا شوفوا، الله أكبر. اليوم 2/10 كتشوفوها الشتا ولا ما كتشوفوهاش؟ كتبان في هاتنا حتى ما يدي غتشوفوها. يا رب سهل علينا وحن علينا يا رب. شوفوا 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 شوفوا، مع الناس صيف، مع الناس صيف، مع الناس صيف، مع الناس صيف. شوفوا شوفوا يدي، يا الله. هاد نديرو في وجهي زوين هاد الماء هذا ديال الله سبحانه وتعالى. المطر الناس عرفتي شنو مصيفين، وانا باغا نمشي نتقدى. لا اله الا الله محمد رسول الله، وما كنحملش المظل والله. وحاطه الحوايج في التصبين. اي ولا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله بدات كتوقف شويه بشويه. الصيف هذا، دابا حنايا في الصيف المفروض. غنديرها هذه رقم 5 5 شوفوا هذا، هذا غادي نحلو غادي يطفى. لا ماشي ماشي مشكل. خصني تهيا، خصني تهيا نظف الفلتر. كاين ناس ما كينطفوش ما تيساليو. فوالا زكت الحمد لله. هذه ديال ضد الشتا ولابسه صنداله فهمت الصطا. دابا انا حطيت هادو غادي نشفو وغادي نخرج. دابا واخا الشتا حيت غاديش توقف، غادي ندير غير طربوش و غادي نمشي نتقدا. هادشي اللي عندنا حنايا في الغربه، حيت الشتا دابا ما غاديش توقف، كاتبينها كامل كاين الشتا ما نقدرش نسايب. ف غنلبس هكا وغادي نخرج. هادشي اللي كاين، نمشي نتقدا حاجه ضروريه. بصراحه وحلت وحلت بصراحه. ال السوبر مارشي اللي غادي نمشي ليه شي شويه بعيد، ماشي بعيد، هو هنايا في الحومه، ولكن شي شويه بعيد على هاد الشتا هادي كلها ناخذها. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ربي تصحى غير شي شويه، يا ربي غير شي شويه، غير شي شويه. انا مزاوقه غير نمشي نتقدا ونمشي، خصني نجيب ماكله ميمي. واخا راه باقي عندي 3 ولكن ما كنبغيهاش تقطع. يا سيد ربي شويه. المهم غنحاول غنحاول نمشي فيها. انا خليت الشتا موراي لانه ما غاديش نقدر ما نقدرش نمشي فيها، ومازال بلا فطور حيت كنبغي نسالي عليا ديك الامور كامله ديالي عاد نفطر. مازال ما فطرتش وباقا كتشتي هادشي. شتي سنة سنة منظر زوين.
ولكن التليفون يتحرك. ما رجعت حتى الحمد لله صحات الشتاء. مشيت تقديت وغادا بغيت نوريكم هاد الجردة. هادي كنظن فيها مطيشة ولا تعاد شتا دابا سبحان الله. هادي راه الجردة حدا الدار. شوف شنو هاد الشي. اللي عارف يقول لي شنو هادي. والله ما عرفتها واش فواكه واش مطيشاش. هانتوما الجردة سبحان الله. شوف تفاح. يا ويلي انا مكلخة. هذا تفاح شوفي باقي فيه الماء الشتا سبحان الله. مهم مازال بلا فطور. قديت داكشي اللي عليا او الحمد لله والشكر لله. بغيت نعاود نزيد نقول للشعب المغربي كامل المغاربه من طنجه للقويره فرحوا بالكاس. فرحوا كنستاهلوه كنستحقوا 100%. وما يهمناش حتى هضره وما يهمناش حتى كريتيك وما يهمناش حتى تجريح وما يهمنا حتى شي حاجه. المهم انه اسود او اشبال الاطلس تاهلوا عن استحقاق وجداره رغم انه كلنا كنا خايفين في الشوط الاول خصوصا من سجل علينا المصريين. ولكن المغاربه دائما معروفين بالتحدي ومعروفين وبحال اللي تيقول واحد 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 المقوله ما نقولش عليها مثال ولكن المقوله تيقول لك الحصان الاصيل كيشد في الاخير. يعني واخا يطيح ولكن تيرجع وتينوض. هذا تنقولوا على الحصان الاصيل. والاسود تمرض وما تموتش طيح وتنوض. هذا الشيء اللي بغيت نقول. وبغيت نعلق على واحد الحركه دارها واحد المصري منين كان خارج دار لهم هكا دار الجمهور هكا زعما راكم راشيين الحكم. هذه قله سفاله وقله ادب وسفاله وقله ادب ما كدارش. المفروض تحترم البلاد اللي انت فيه وتحترم الجمهور اللي كيرحبوا بكم. ما ديرش هذه الحركه هذه. وثاني واحد مصري فاش كان غيسل ما كانش راضي اصلا باش ياخذ هذيك الميداليه الفضيه مع انه يحصل لكم انتم الشرف كتلعبوا مع الزلزولي ورفاقه وكتلعبوا في المغرب العظيم. فوزي القجع الرجل المحترم الرجل الكبير اللي قد باه جا كيمدلو اليد باش يسلم عليه ودار راسو ما شافهاش ومشى. عيب وعار. هنا كل واحد كل انسان تيبين على مدى تربيته. هل هي تربيه صالحه؟ هل هي تربيه بيئه خايبه او بيئه كاينه زوينه؟ عيب وعار لما ولد صغير تحت 23 سنه يدير هذيك الحركات. قمه السفاله والحقاره. برافو مغرب وديما مغرب.